ازيكم يا جماعه؟ حلقه جديده من لف ودوق. كالعاده جبنا قهوتنا الجميله وتعالوا نشوف بقى ناكل النهارده. هنروح النهارده بقى نجرب حاجه مختلفه شويه كنا جربناها في اكل الشوارع في تركيا، الا وهي ايه؟ الكومبير. سمعت عن مكان اسمه بوتيلا، شفت كذا ريفيو كويس عنه، وبما ان لسه جاي من تركيا فلسه ما لحقتش انسى طعم الكومبير قوي، فدي فرصه نجرب بقى الكومبير عندهم ونشوف الناس دي بتعمل كومبير جامد ولا الكلام على ايه. ما تيجوا ندوق. طب يا جماعه احنا وصلنا المكان اهو، ده فرع مدينة نصر في مكرم عبيد جنب حلواني اتوال. تعال بقى بص على المنيو ونشوف هنطلب ايه. ده شكل المنيو كده، هما طبعا ايه؟ بوتيلا بوتيتو ام بطاطا، عشان هما عندهم برضو بطاطا، ودي عاملين يعني الفروع بتاعتهم مدينة نصر وشبرا والسواح. هما عندهم في البوتيتو اوبشنز كتير قوي، في حاجات جاهزه ممكن تختار منها، ممكن انت تكون كل المكونات بطريقتك. ففي البيف قلت اجرب حاجه اسمها مشروم ستيك عشان ايه؟ بحب المشروم. وفي التشيكن رشحوا لي الفاهيتا. اما في الحلو بقى فجبنا ايه؟ بطاطا باللوتس والنوتيلا، ميكس كده لذيذ. نجرب برضو الحلو عندهم. طلبنا الاوردر بقى، نستنى عشان ايه؟ جعان جدا ومتحمس جدا كالعاده. يلا بينا. A few moments later. طب يا جماعه ايه؟ الاكل وصل اهو. دول الاثنين اللي هم الحادق اللي بالبيف والتشيكن. نبدا الاول ايه؟ بالفاهيتا التشيكن. ده شكل الكومبير كده، شبه الحجم اللي كان في تركيا. طبعا ده عباره عن بطاطس بيكون عليها زبده في الاول كده وجبنه، وبيحط عليها التشيكن واربع انواع خضار من اختيارك. انا حطيت كول سلو وفاصوليا حمراء وبسله مع سويت كورن. تعالوا بقى ندوق ونشوف. وتمنه 45 جنيه، فعلى كميه الحاجات اللي فيه يعتبر كويس يعني. ناخد كده معلقه فيها كل حاجه. ميكس لذيذ. حاول ادوق كده ايه؟ البطاطس لوحدها. وعنده كده ترابيزات في الهواء بره حلوه، قاعده لذيذه. البطاطس هو حلو قوي. انا شخصيا بحب البطاطس اللي هي البوري دي، دي بالنسبه لي خطيره. وميكس الخضار مع الفراخ مع البطاطس جامد صراحه. والزبده اللي بيحطها في الاول دي فيها برضو اعشاب كده، فطعمها جامد. لا الميكس حلو قوي وعلى سعره حلو جدا. فكبدايه كده بالنسبه للكومبير اللي هو الفاهيتا يعني اديله من 8.5 ل 9 من 10، حلو جدا. وتعال نخش على بعض. هنفصل بقى ايه؟ بحاجه اسمها كنبي. ده عباره عن توست كده عليه ايه؟ شويه توابل واعشاب. تعالوا ندوقه كده ونشوف الكلام على ايه. ده سعره 5 جنيه، تسالي كده في النص تسلى بيها. ده خطير يا جماعه. وعليه كده اعتقد حاجه زي زبده، شويه اعشاب، حلو قوي. يعني لو ماشي جنبه كده ممكن اجيبه ايه؟ استلى بيه في الشارع صراحه. ندخل بقى على ايه؟ الكومبير اللي بالبيف. جبت حاجه اسمها مشروم ستيك. ده بيكون عليه مشروم وكاراملايز اونيونز او بصل مكرمل. الستيك طبعا او اللي هو اللحمه يعني، والاساس واحد اللي بيكون بطاطس مع زبده مع ساور كريم مع جبنه موتزاريلا. وده 58 جنيه. تعالوا بقى ندوق نشوف المشروم اللي عليه حجم كبير قوي. طعم الستيك حلو. طبعا الاساس واحد كبطاطس يعني، الزبده مع الجبنه مع الساور كريم مع بقيه الحاجات دي كده كده ثابته في كله. ناخد قطمه كده ايه اخيره فيها كل حاجه. حلو قوي، بس حاسس ان المشروم محتاج يستوي عن كده شويه، يتشوح شويه، مش عارف. البصل محتاج يتكرمل اكتر من كده شويه، ولكن في المجمل حلو يعني. قد المشروم ستيك من 10، ممكن نتكلم في حوالي 8 من 10. نفسي بس ايه بقى ميه عشان ايه ما يغمش علينا. وندخل بقى على ايه؟ التحليه. دي عباره عن سويت بوتيتو او اللي هي البطاطا، وعليها ايه؟ كريمه لباني كده وموز نوتيلا ولوتس طبعا على الوش كده، وشايف فيه رشه فستق تقريبا، شكله جامد يعني. تحليه كده ايه خفيفه وتمنها 45 جنيه. النوتيلا لوحدها ب 30 ولكن بتزود اللوتس ب 15، توتال 45 يعني. تعالوا ندوق الاول ايه؟ الجزء اللي بالنوتيلا. ده شكل البايت كده. يلا بينا. حلوه قوي قوي قوي. سكرها مظبوط على الشعره. الموز كسر الحلاوه بتاعت النوتيلا. لا خطيره صراحه. والكريمه اللباني اللي في النص دي بتطر عليك كده، فخطيره.
تعال نخش بقى على ايه النص بتاع اللوتس ده. الاثنين ارقهم بعض. الجزء بتاع اللوتس فيه لسعة قرفة كده بسيطة جامد جدا. لا دي بصراحة تحلية عالمية يعني. سعر وطعم وكمية 10 من 10. تستاهل ختمة جودة نزل لي هنا كده جامد. بعد بقى الضرب ده كله ايه، كان نفسي اضرب بيبسي بس ما لقيتش، فمش مشكلة. هلا خلاص بقى خلص اكل هنا ولخص تجربة في العربية. طب يا جماعة نختصر التجربة بعد بيبسي الجميل في الحر ده. لو هنقارن الكومبير اللي بيعمله مكان بالمقارنه بتركيا، فانا شايف ان هو قريب جدا من هناك بالذات على السعر. يعني هنا سعره 45 50 جنيه، يعني سعره هنا يعتبر ارخص من تركيا كمان. زي ما قلت لكم مكان له ثلاث فروع في شبرا والسواح ومدينة نصر. اعتقد اكيد هيفتحوا فروع ثانيه قريب في زايد ولا حاجه عشان بس المشوار ده. وفكره البطاطا كمان عجبتني جدا، فمحبين البطاطا هتنبسطوا في المكان ده قوي. فانبسطت بالتجربه وارشحها لكم. فعرفونا رايكم في المكان لو جربتوه، وبرضه اقتراحاتكم الاماكن بتعمل اكل تركي حابين نجربها الفتره الجايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك شير سبسكرايب. كنت معاكم مهند المصري، لف ودوق، اشوفكم الحلقه الجايه.